تعلن مدرسة تونز العلمية بولاية غردايا عن انطلاق عملية التسجيلات المدرسية للموسم الدراسي المقبل في جميع الأطوار التعليمية، الطور الابتدائي، المتوسط والثانوي في شعبة العلوم التجريبية، وهذا بمقرها الرئيسي والوحيد الكائن بقصر تفيلالت بني يزجن بلدية بنورة. تحرص المدرسة على تقديم أفضل وأجود الخدمات من خلال التعليم بطرق حديثة وأساليب إبداعية مبتكرة، برمجة مخيمات تحضيرية لأقسام الشهادة، تنظيم مخيمات تعليمية للتمكن من اللغات الأجنبية، إجراء رحلات علمية ميدانية، تدريس الإعلام الآلي واللغات الأجنبية ابتداء من الأطوار الأولى، تدريس البرمجة والروبوت نظريا وتطبيقيا، المشاركة في المنافسات الطلابية الوطنية والدولية، تنفيذ برامج متكاملة تخدم الشخصية المتوازنة للطلاب، المتابعة النفسية المستمرة للطلاب، تشخيص حالات صعوبات التعلم ومعالجتها بداغوجيا، وجود مرافق رياضية وفضاءات متنوعة للترفيه والإبداع، توفير النقل المدرسي للمتعلمين من جميع البلديات والمناطق القريبة من المدرسة. تفخر مدرسة تونز العلمية بتحصيلها على نتائج جد متميزة في التعليم الابتدائي والمتوسط والبكالوريا منذ تأسيسها. تفخر أيضا بتحصلها على عدة جوائز وألقاب على المستوى المحلي والوطني والدولي. مدرسة تونز العلمية بوابة أمل لتعليم متميز.